رئيس السيسي يستقبل العاهل الأردني بمطار العالمين الدولي قبل انطلاق القمة المصرية الأردنية الفلسطينية المرتقبة. مع إتمام المعارك في السودان شهرها الرابع، البرهان يؤكد أن بلاده تواجه أكبر مؤامرة في العهد الحديث. القادة العسكريون في النيجر يعتزمون محاكمة الرئيس المخلوع بازوم بتهمة الخيانة العظمى. الثانية من بعد الظهر في القاهرة، 11 صباحا بتوقيت القاهرة. نشرتنا الإخبارية المفصلة لهذه الساعة لني للأخبار، أهلا بكم. تستضيف مدينة العالمين الجديدة اليوم قمة ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين لبحث تطورات القضية الفلسطينية. وقبيل انطلاق القمة استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين بمطار العالمين الدولي. روابط تاريخية ومتينة تربط بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، لا ترتكز فقط على اللغة والدين والحضارة، وإنما تستند على التشبث بنفس القيم والمبادئ ونفس التوجهات البناءة. وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الملك عبد الله بن الحسين، يواصل البلدان القيام بدوريهما المسؤول في المنطقة باعتبارهما عنصر أمن وركيزة استقرار وتوازن بنموذجيهما السياسي في الدفاع عن قضايا الأمة واستقلالها وحقها في بناء نموذجها في التنمية. وتشكل القمة المصرية الأردنية الفلسطينية في مدينة العالمين الجديدة ركيزة أساسية من ركائز سياسة مصر الخارجية وأساسا من أسس تطورها. ومن أهم مظاهر هذه القمة التلاحم والتشارك في الدفاع عن القضايا المصيرية للأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية. إن استمرار الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني سيبقى وصمة عار حقيقية على جبين المجتمع الدولي طالما استمر ضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية وبقيت محاولات الالتفاف على مرجعيات السلام ومحدداتها. لقد اختار العرب السلام وقدموا مبادرة شاملة تمد اليد بالسلام العادل مقابل تحرير الأراضي العربية المحتلة كافة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. ولا تزال اليد العربية ممدودة بالسلام العادل والشامل القائم على التمسك الكامل بكل الحقوق المشروعة ومقررات الشرعية الدولية ورفض أي محاولة للالتفاف عليها. موقف مصري ثابت من القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو الموقف الرسمي للدولة رئيسا وحكومة وشعبا، موقف يقوم على البحث المستمر عن تسوية عادلة ونهائية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه مع المحافظة على الهوية التاريخية والحضارية للقدس الشريف. نفس الموقف تشاركه المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، لذا يؤكد البلدان دائما على أهمية التعاون والتنسيق الاستراتيجي فيما بينهما ومع سائر الأشقاء العرب لتحقيق الاستقرار في المنطقة والعمل على إيجاد حلول لمجموعة الأزمات التي تواجه عددا من بلداننا العربية، وعلى رأسها توحيد الصف الفلسطيني في ضوء الدور الذي تقوم به مصر من أجل الوصول إلى المصالحة التي تبقى ضرورية بين الأطراف الفلسطينية من أجل الضغط على إسرائيل لإقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة. وتأتي القمة المصرية الأردنية الفلسطينية أيضا مناسبة للتشاور وتنسيق المواقف لحل وإنهاء الأزمات التي تمر بها الدول العربية، بما يحفظ وحدة هذه الدول وسلامة أراضيها وسيادتها على مواردها الطبيعية.
وتشكل لقاءات القمة التي تجمع قادة مصر والأردن وفلسطين صدى لنبض الشارع العربي الذي يتطلع إلى قادة برؤية ورغبة في وضع أساس متين لمستقبل أفضل لشعوبهم التي تتقاسم المصالح نفسها وتواجه التحديات نفسها. أعلن دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول بالتنسيق للمرحلة الأولى لكليات الطب بإجمالي 91.34% وطب الأسنان 90.97% والعلاج الطبيعي بنسبة 90.12% والصيدلة 89.51%. وأضاف عاشور خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أن الحد الأدنى للقبول بكليتي الهندسة 85% والتخطيط العمراني 83.41%. وبلغ الحد الأدنى للقبول بالتنسيق للمرحلة الأولى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 86.46%، وقطاع كليات الألسن 84.51%، والإعلام 83.65%، والآثار 80.73%. كما أعلن عاشور أن الحد الأدنى للقبول بتنسيق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 250 درجة للشعبة العلمية و238 درجة لطلاب الشعبة الأدبية، على أن يبدأ التسجيل للمرحلة الثانية اعتبارا من غد الثلاثاء. أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن السودان يواجه أكبر مؤامرة في العهد الحديث، واتهم قوات الدعم السريع وقائدها بالرغبة في إقامة دولتهم الخاصة على أنقاض السودان. مع إتمام المعارك في السودان شهرها الرابع، خرج رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن صمته، مؤكدا أن بلاده تواجه أكبر مؤامرة في العهد الحديث للهيمنة على مقدراتها. البرهان اتهم قوات الدعم السريع بمحاولة إقامة دولتهم الخاصة على أنقاض السودان، وحمل محمد حمدان دقلو وقواته مسؤولية ارتكاب جرائم حرب في كل أنحاء البلاد، مشددا على أن القوات المسلحة تدعم دولة القانون وتخوض تلك الحرب مضطرة للدفاع عن كرامة الشعب. وبينما تعهد قائد الجيش بالانتصار قريبا، أعلن حاكم دارفور أن الاشتباكات في الإقليم هي ارتكاب متعمد لجرائم حرب بحق المدنيين، متهما قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة في المناطق السكنية. وأجبرت المعارك المحتدمة في مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور المئات على الفرار على وقع نيران المدفعية وسقوط قذائف على منازلهم، ويعتبر دارفور وهو إقليم سبق أن شهد حربا أهلية في العقد الأول من القرن الحالي معقل قوات الدعم السريع. وتركزت المعارك لفترة طويلة في الجنينة عاصمة غرب دارفور، حيث قد تكون وقعت جرائم ضد الإنسانية وفق الأمم المتحدة. كما وقعت معارك في أم درمان ضاحية الخرطوم، حيث أفاد أحد السكان باستخدام المدفعية في القتال. وخلف القتال الدائر في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع 3900 قتيل على الأقل، فيما اضطر نحو 4 ملايين شخص إلى الفرار من منازلهم. أكد رئيس الوزراء الجديد في النيجر أن بلاده قادرة على تجاوز عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه القادة العسكريون اعتزامهم محاكمة الرئيس المطاح به محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد. لا يبدو في الأفق أي بريق أمل لحلحلة الأزمة في النيجر، رغم تصاعد الضغوط الدولية من أجل الدفع باتجاه إعادة النظام الدستوري إلى البلاد. القادة العسكريون في النيجر أعلنوا اعتزامهم محاكمة الرئيس المطاح به محمد بازوم
بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد. الحكومة النيجيرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر. الأدلة جاءت بعد تواصل بازوم مع مواطنين من النيجر ورؤساء دول أجنبية ومسؤولين في منظمات دولية. في الوقت نفسه ندد القادة العسكريون بما وصفوه بالعقوبات غير القانونية واللا إنسانية التي فرضتها الجامعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس، ومنها تعليق المعاملات المالية والتجارية مع نيامي. ومن المتوقع أن تضغط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس لإجراء مزيد من المحادثات مع القادة العسكريين الذين أشاروا إلى استعداد محتمل لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة. كان برلمان إكواس قد أعلن عزمه إرسال لجنة للقاء العسكريين في نيامي، لكنه لم يحدد موعدا لهذه المهمة. تأتي هذه التطورات تزامنا مع اجتماع لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي المؤلف من 55 دولة، وذلك لمناقشة الوضع في النيجر. وعودة إلى القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية المشتركة التي تنعقد في مدينة العالمين الجديدة، وما الذي يمكن أن تمثله على أفاق التسوية والتعاطي مع التحديات المتعاظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ معنا من هناك الزميل علاء رشوان. علاء، بعد التحية، كيف تلقي أبرز القضايا المهيمنة على الساحة الفلسطينية تحديدا، ويعني بالتأكيد أوضاع بالغة الصعوبة تعيشها القضية الفلسطينية في هذه المرحلة، كيف يلقي ذلك بظلاله على انعقاد القمة المصرية الأردنية الفلسطينية؟ علاء، يبدو أن هناك تعذر في التواصل الآن مع مفادنا لمتابعة القمة المصرية الأردنية الفلسطينية الثلاثية المشتركة، وسوف نسعى للتواصل معه لاحقا بالتأكيد للتعرف على المزيد. نواصل متابعتنا. قتل ما لا يقل عن 3 أشخاص وأصيب 7 آخرون في انفجار وقع بفندق في إقليم خوست بجنوب شرق أفغانستان، ولم يتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الانفجار. وتشن إدارة طالبان الأفغانية هجمات على أعضاء من تنظيم داعش الإرهابي الذي أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات كبرى في مراكز حضرية خلال الأشهر القليلة الماضية. قالت وزارة الدفاع الصينية اليوم إن الوزير لي شانغ فو سيزور روسيا وبيلاروسيا في الفترة من اليوم وحتى 19 من أغسطس الجاري. وأفاد البيان بأنه سيشارك خلال زيارته إلى روسيا في اجتماع أمني دولي وسيلقي كلمة خلاله، كما سيلتقي بقادة من وزارة الدفاع الروسية. يشار إلى أن العلاقات بين بكين وموسكو بقيت ودية في السنوات الأخيرة مع رفض الصين الإدلاء بتصريحات حول العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. كشفت روسيا اليوم أنها ستزود غواصتها النووية الجديدة بصواريخ تسيركون فرص الصوتية. وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أليكسي راحمانوف أن الغواصات النووية متعددة الأغراض ستكون مجهزة بمنظومة صواريخ تسيركون على أساس دائم، مشيرا إلى أن هذه الفئة تم بناؤها كي تحل محل الغواصات الهجومية النووية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية في إطار برنامج التحديث للجيش والأسطول. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق من هذا العام أن روسيا ستبدأ في إنتاج صواريخ تسيركون فرط الصوتية بكميات ضخمة في إطار جهود البلاد لتعزيز قواتها النووية.
أعلن الجيش الأوكراني أنه أسقط مجموعة صواريخ ومسيرات روسية تستهدف أوديسا ضمن سلسلة هجمات استهدفت المنطقة الجنوبية المطلة على البحر الأسود ليلا باستخدام 15 مسيرة هجومية وثمانية صواريخ من نوع كاليبر. تزامنا قال حاكم مدينة أوديسا الأوكرانية اليوم إن ما لا يقل عن 3 أشخاص أصيبوا في الهجوم، مشيرا إلى أن عدة حرائق اندلعت جراء شظايا الصاروخية المتساقطة. في آخر حلقة ضمن سلسلة هجمات في المنطقة الجنوبية المطلة على البحر الأسود، أسقطت أوكرانيا مجموعة صواريخ ومسيرات روسية تستهدف أوديسا. وجاء في بيان على التليجرام للقيادة العملياتية الجنوبية أن روسيا هاجمت منطقة أوديسا 3 مرات مستخدمة مجموعتي مسيرات هجومية يبلغ عددها الإجمالي 15 إضافة إلى 8 صواريخ من نوع كاليبر مقرها في البحر. وصدت قوات الدفاع الجوي جميع الهجمات، لكن الشظايا الناجمة أحدثت أضرارا في سكن للطلاب ومتجر وسط مدينة أوديسا، ما أسفر عن إصابة 3 عمال بجروح بحسب الجيش. كما ألحقت موجة الانفجارات أضرارا في نوافذ وشرفات عدة أبنية وبسيارات متوقفة في مكان قريب، فيما يحاول عناصر الإطفاء إخماد حريقين. وأظهرت صور وتسجيلات مصورة نشرها الجيش على التليجرام عناصر الإطفاء أثناء محاولتهم إخماد حريق اندلع في متجر تسوق من عدة طوابق، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من الموقع. وكثفت كل من روسيا وأوكرانيا الهجمات في البحر الأسود منذ انسحبت موسكو من اتفاق الشهر الماضي سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن خلال النزاع. ومنذ انسحابها قصفت موسكو موانئ في منطقة أوديسا كانت مهمة لتصدير الحبوب الأوكرانية في ظل الاتفاق. تأتي الهجمات الصاروخية وبالمسيرات بعد يوم من إعلان موسكو عن طلقات تحذيرية صادرة من سفينة حربية روسية تجاه سفينة شحنة كانت متوجهة إلى إيزمايل، وهي مدينة مطلة على نهر الدانوب في أوديسا. ورصدت السفينة الروسية سفينة الشحن كوسرو أوكانا التي كانت ترفع علم بالاو. أطلقت الطلقات التحذيرية بعد عدم استجابة القبطان للأوامر بالتوقف، وبعد تفتيشها سمح لها بمواصلة رحلتها. وفي 2 أغسطس ضربت روسيا بنا تحتية متعلقة بالموانئ في إزمايل، أحد أهم طرق تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى رومانيا المجاورة. طالب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بتحسين إنتاج الصواريخ، وذلك خلال زيارته لمصانع عسكرية رئيسية. يأتي ذلك قبل أيام من انطلاق مناورات عسكرية مشتركة الأسبوع المقبل بين واشنطن وسيول لتعزيز دفاعهما المشترك في مواجهة كوريا الشمالية. قبل أيام من مناورات مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى تعزيز إنتاج الصواريخ بشكل كبير، مؤكدا استعداد بلاده لردع أي عدو وصد أي هجوم محتمل. كيم قام بجولة تفقدية لمصانع أسلحة كبرى ومصانع إنتاج صواريخ تكتيكية وقذائف راجمات صواريخ وعربات قتالية مدرعة. وخلال زيارته لأحد المصانع العسكرية الكبرى، حدد كيم هدفا رئيسيا يتمثل في تعزيز القدرة الإنتاجية الحالية للصواريخ، وأكد أهمية دور المصنع في تسريع الاستعداد للحرب، كما شدد على أهمية الحرص على تعزيز إنتاج القذائف، وقام شخصيا بقيادة مركبة قتالية حديثة. وتأتي جولة كيم بعد إعلان كل من واشنطن وسول عن إجراء مناوراتهما العسكرية السنوية المشتركة درع الحرية أولتشي الأسبوع المقبل،
المناورات سيتم تنفيذها بشكل سيناريو حرب شاملة في الفترة من 21 إلى 31 من أغسطس الجاري، على أن تضم تدريبات طوارئ مختلفة مثل تمرين ما بعد القيادة القائم على محاكاة الكمبيوتر والتدريب الميداني المتزامن وتدريبات الدفاع المدني والرد على الهجمات الإلكترونية والإرهابية. وتعتبر كوريا الشمالية تلك المناورات تدريبا على غزوها، وحذرت مرارا من أنها ستتخذ إجراءات ساحقة ردا على ذلك. ومن المقرر أن يعقدوا قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان قمة ثلاثية في واشنطن الجمعة سعيا لتعزيز التعاون في مجال الأمن ردا على تصاعد التهديدات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية. وأعود إلى شؤوننا المحلية. اكتشف باحثون مصريون بمركز الحفريات الفقرية بجامعة المنصورة حفرية قد تعود لأصغر أنواع الحيتان المعروفة للعالم، ويعود تاريخ الحفرية إلى 41 مليون سنة. كما يعد هذا الحوت الجديد المكتشف أحد أصغر وأقدم أسلاف الحيتان المائية التي تطورت من أسلاف برمائية. نتابع. اكتشاف نوع جديد من أسلاف الحيتان المنقرضة التي جابت المياه المصرية قبل 41 مليون سنة. هذا الحوت الجديد يعد أصغر وأقدم أسلاف الحيتان مائية المعيشة والتي تطورت من أسلاف برمائية. حدث علمي عالمي سلط الأضواء على جامعة المنصورة من جديد بعلمائها وفريقها البحثي سلام لاب. يعد طفرة في عالم الحفريات، والحقيقة طبعا أنا بوجه شكر للفريق البحثي اللي عكفوا على أنفسهم منذ عام 2017 عندما عثروا على حفرية تمثل مرور 41 مليون سنة على اكتشاف أحد الحيتان التي انقرضت وهي صغيرة، وده يعتبر اكتشاف يمثل قيمة إضافية لجامعة المنصورة ولوزارة التعليم العالي وللبحث العلمي. الفريق البحثي وثق هذا الاكتشاف في ورقة بحثية نشرت خلال أوائل أغسطس الجاري في دورية كوميونيكيشن بيولوجي الصادرة عن مؤسسة ناتشر العالمية، إحدى أبرز الدوريات العلمية في العالم. فهنا سميناه توت سيتس، توت على شرف الملك توت عنخ آمون للتشابه بينهم، وسيتس هي كلمة لاتينية تعني الحوت، يا حوت توت أو الحوت الفرعوني. ولما قارناه بأقرانه في جميع أنحاء العالم، يعني حرفيا قارناه بحيتان من نفس الفصيلة ونفس الأعمار من أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا، حتى أنتاركتيكا اللي هي القطب الجنوبي كان لقوا فيها حفريات شبيهة، وجدنا ان احنا معانا جنس ونوع جديد من الحفريات لم يكتشف من قبل والأقدم لهذه الفصيلة من إفريقيا كلها. رئيس الفريق البحثي أكد أنه تم العثور على حفريات الحوت الجديد عام 2012 بوادي الريان بمنخفض الفيوم، وتم العمل عليها منذ ذلك الحين، والتي تتكون من جمجمة وفكين وأسنان وأجزاء من الهيكل الواقع عند قاعدة اللسان. لما عملنا أشعة مقطعية للحوت وجدنا أن الحوت لا زال في مرحلة استبدال أسنانه، وهو في المراحل الأخيرة من استبدال الأسنان، يعني لو افترضنا أن مراحل البلوغ من 1 لـ10 فهو في المرحلة 9 قبيل البلوغ، وده اللي خلى فيه تشابه كبير ما بينه، يعني مات وهو قبيل البلوغ، وده اللي خلى فيه تشابه كبير ما بينه وما بين الملك توت عنخ آمون اللي أيضا ملك ومات في عمر مبكر. وجود استبدال الأسنان ده كان ميزة مهمة جدا جدا لينا في البحث، لأنه العينات اللي بتموت وهي بتستبدل أسنانها بتمكن العلماء من فهم طبيعة حياة هذا الكائن. الحوت الجديد يساهم في إثراء المعرفة العالمية بأسلاف الحيتان القديمة وتوضيح أهمية الحفريات المصرية في فهم السجل التطوري لهذه المخلوقات الفريدة. كشف علمي فريد يزيح الستار عن أسرار كثيرة لحقبة تاريخية مهمة تقوده مدرسة علمية مصرية خالصة، ويؤكد إسهام الحفريات المصرية في فهم تطور هذه المخلوقات منذ ملايين السنين. أسمع حسن النيل. وفي ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها.
الرئيس السيسي يستقبل العاهل الأردني بمطار العالمين الدولي قبيل انطلاق قمة مصرية أردنية فلسطينية. مع إتمام المعارك في السودان شهرها الرابع، البرهان يؤكد أن بلاده تواجه أكبر مؤامرة في العهد الحديث. القادة العسكريون في النيجر يعتزمون محاكمة الرئيس المخلوع بازوم بتهمة الخيانة العظمى. ختام نشرتنا الإخبارية لهذه الساعة، المزيد زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. بعد قليل تلقاكم الزميلة ماجدة القاضي.